على أبواب دمشق، حيث المعركة الكبرى والخطر الحقيقي على عرين الأسد. يحقق جيش الإسلام الانتصارات ويتقدم بخطى ثابتة نحو العاصمة التي لم تعد آمنة كما يحسبها النظام. هذه معركة الله غالب، الله غالب، الله غالب. معركة أطلقها جيش الإسلام قبل ما يقارب الشهر، معلنا قبل أيام عن انتهاء مرحلتها الأولى، والتي دفعت نتائجها الصادمة للنظام وخسائره الكبيرة فيها. دفعت روسيا لتحرك طيرانها الحربية باتجاه الغوطة الشرقية، مستهدفة نقاط تمركز الثوار للحفاظ على حليفها الأسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رئاسة الأركان معنا الآن، مكتب الخنزير الأكبر معنا الآن، قيادة العمليات معنا الآن، كدائب الدفاع الجوي الذي هنا معنا، كدائب المدفعية التي كانت تقصفنا معنا، أسلحتهم معنا، دباباتهم معنا. هذه المنطقة كنا نحلم بالوصول إليها حلما، اليوم صارت حقيقة. مواقع عسكرية مهمة وآليات وعتاد ثقيل وجنود بالعشرات فقدها النظام السوري وحلفاؤه خلال المعركة، عدا عن خسارتهم للطريق الدولي حمص دمشق الذي بات بيد الثوار من جيش الإسلام. هذه المعركة سيطر جيش الإسلام على مواقع هامة في هذه السلاسل الجبلية وفي مواقع أخرى، منها تلة نمر التي كانت تستهدف الغوطة الشرقية في المدفعية الثقيلة، إضافة إلى الأركان الاحتياطية، فرع الأمن العسكري، شركة بيجو وليفان، الشركة العامة للبناء، المجابل ذو الهمة شاليش، إضافة إلى مواقع أخرى سيطر عليها. الوضع الآن بشكل عام في هذه السلاسل الجبلية والمواقع الأخرى جيد بفضل الله عز وجل، ويعني ننفي نفيا قاطعا الادعاءات التي ادعاها النظام في سيطرته واستعادته لبعض المواقع والمراكز التي سيطر عليها جيش الإسلام. فيما لا يزال النظام يحاول يوميا استرجاع ما خسره، مطلقا بعض الإشاعات بين الحين والآخر عن تمكنه من ذلك. الأمر الذي نفاه جيش الإسلام مؤكدا حفاظه على ما تم تحريره ونيته متابعة التقدم في المرحلة الثانية للمعركة.